jungle. وهذه صورة ذهنية ثانية لأدوات الهدم اللي يستخدمونها الأعداء اللي هي النكتة. فخلك السعودية، السعودية صاملة 10 سنين قدام، 100 سنة، 200 سنة للأبد، ضمان ما عليك. يا رب سامحني، يا رب سامحني. يقول لك اللبناني او مدري ايش اذا دخل زواج وطلع معاه ورده السعودي يطلعوا معاه الحافظات ومعاه مدري ايش. احنا من الطف الناس مع نسائنا، احنا من الطف الناس واللي كسعوديين وكشعب سعودي من اكرم الناس، من اطيب الناس. هذه ادوات هدم، اذا كنت تستهين فيها ترى اثرها العميق في الصوره الذهنيه. وجوجل الان خطر الصوره الذهنيه. الان الكبار والقدوات اللي يسمعوننا واللي لهم تأثير واللي متأثر بنقل الصور عن الأسباني وعن السعودي وعن الأدوات هذه وأم ركب سود وإلا فلانة وإلا علتانة، شوف خطر تكوين الصورة الذهنية بهذا الشكل والتراكمات. الأجانب يروح المستشفى يزور أخته أو أمه أو أحد قريب منه بيدها باقة ورد. العائلة الأجنبية يركبوا السيارة، أهلي بنت عمي شو كيفي لك جبت الفواكه معي اعتبرني جبت كل يعطوك بابا اسمح لي أقول لك شي وكل الطريق ماشيين وهادين ومروقين. ايه جاكم السعودي، جاكم السعودي يدخل ما معه شي ويدق على الاستقبال وين فلانة هو وين فلان. العائلة السعودية أول ما يركبوا السيارة ينزل لك يا حبيبي فيلم أكشن للتاريخ. يبا يبا هذا الكلام يما نبي نتكذى من السوق المبزرة عاد قلبين أم السيارة ما مشت. وش القولبة؟ تصنيع الصورة النمطية ومثال ذلك، اللبناني يجي من السفر يهدي زوجته وردة، المصري يجي من السفر يهدي زوجته مدري ايش، السعودي يجي من البر مع ضبان ويصلح عند باب الشارع وطبخهم مدري ايش. مثل اللبناني لا داعي له، ولده قال يبعث لك حمى غير حيه، حمته وتشافى منها ان شاء الله. المشكله عندنا كيف يدعي على ولده جاء لك الحادث لين عفط النص ومخباك. فيتم وضع السعودي في صوره الانسان البغيض الجلف ناقص الحب والحنان، والخليجي الشخص العابث المسرف اللامبالي المغازلجي وكذلك. تصوير الفتاة السعودية على أنها فاقدة للأنوثة، والخليجية على أنها جاهلة أنانية سخيفة دلوعة. Good job. افهم يا أبكي عيونك، 10 زقان زود على 5 زقان كم عاد زق يا زق. ها هم شبابنا وشاباتنا الخليجيات اليوم يروجون عن أنفسهم ذات الصورة لتسقط هيبتهم مستقبلا. ستقول إنها مجرد نكتة. الآن اللي يسمعنا الآن يقول يا ابن الحلال نكتة. يما أحبك، اللي يحب اللي يسمع كلامي يكون يصلي ويجيب الأخبار من البقالة ينام مع الناس ويكون مع الناس. سأقول لكم، هل تعلم أن النكتة على وجه الخصوص أسرع وسيلة لغسل دماغ الإنسان وأكثر الأنواع التأثير الفكري؟ شلونك بخير الحمد لله عساك طيب بخير. من الأجنبي وقد استخدمت في معظم حروب العالم ضمن الحروب النفسية والإعلامية لتدمير العدو والنيل من مبادئه وقدراته. أيام الاستعمار البريطاني لجمهورية مصر مثلا، حين علموا أن الصعايدة أصحاب نخوة وقوة وثبات أرادوا كسرهم وبثوا نكت تسخر من غبائهم وليس ضعفهم حتى رسخوها فيهم وفي أجيالهم. تنقار. إيه اللي سنده؟ بتاع الآر بتاع تنقار. دي فين بقى؟ دي في أسوان، قرية كده فوق الجبل لازقة في النيل على طول. الله، أنت نوبي؟ لا صعيدي. إيه يا عم اللخبطة دي، أنت هتلخبطنا ليه؟ الآن عندما يذكر لك صعيدي يتبادر لذهنك أنه غبي أو سطحي، هي باستخدام هذه النكتة. صعيدي اللي سافر برا وجوز أجنبية فراح مكلم أبوه، يابا يابا أنا سافرت برا يابا وجوزت واحدة أجنبية يابا وجالي الإيدز. قال له اقسى عليك ما سميتوش على اسم ليه يابا. ركز، فالنكتة تسخر منك. كلنا لدينا أبناء، وكم يحزنني حينما يستقبل ابني رسالة تحط من قدره. كلنا لدينا بنات، ولكن يحزنني أن تستقبل ابنتي رسالة تحط من قدرها وقدر بنات بلدها. احنا نفكر نقول من اللي أطلقها، أنا
وإنما أطلقها غيرهم للنيل من مكانة شبابنا وبناتنا في سبيل توطيد أمورهم الاقتصادية والاجتماعية لتهتز نظرتنا لأنفسنا ويصبح النكت قناعات مع مرور الوقت. سلام عليكم. في لندن الصباح شاي إنجليزي وبالليل عصير برتقال. في اليابان الصباح حليب ساخن وفي الليل شاي أخضر صحي. في كوريا نفس الكلام، الصباح حليب ساخن وفي الليل عصير جوافة. الصبح قهوة، العصر قهوة، الظهر قهوة، المغرب قهوة، العشاء قهوة. صدوها ما استطعتم، إذا وصلتك فأقلها لا تعيد إرسالها، وكن كما أمرنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أميت الباطل بالسكوت عنه. كلهم تجدهم دكاترة في المجالس، طلبة، كلهم يتحدث عن باريس، عن لندن، ولا جاء لها الصحراء ذي قام يقول حنا ما عندنا، ويقارن. لا تقارن يا أخي، لا قلنا للطالب الأمريكي الكحيتي اللي يشتغل بمطعم ويصرف التويشن حقه الأجار، قلنا له باريس لندن، قال واي بنتي بنت لوس دير. هل في أحد بحث هذا الشيء وكتبه؟ لا، لأننا نحن أصلا ما الصورة عندنا أن هذه مجتمعات متقدمة وأنه لا يمكن يكون عنده شيء سيء، أن السوء بس عندنا. إحنا في معلومات إلى الصبح، معلومات أنثروبولوجية. أنت اقرأ المستشرقين عندنا كيف حكموا علينا، خاصة تشارلز داوتي. شوف الرحالة الإنجليزي تشارلز داوتي اللي جاء للعلا وجاء الحايل وجاء للجوف، اقرأ كتابه ونفس الكلام اللي قالوا عنه رح طبقوا عليه. الشعب الذي يعيش في هذه الصحراء لديه الكثير من القيم والمبادئ والركائز، لأن عاش في هذه الصحراء لمدة طويلة لديه خصلتين مهمة. الأولى دهاء، هذا اللي جعله يعيش في صحراء صعبة، والثانية عزيمة جبارة تجعله يقاوم أي شيء ويصل لأي شيء متى ما اقتنع فيه.